رجعنا لكم مشاهدينا بعد هالفاصل الإعلاني وبعد الفقرة اللي كانت مع زميلنا فيصل العجمي نحييه، وكانت بصراحة فقرة مميزة. ضيفتنا لليوم طبعا سيدة الأعمال بسمة السلطان، حياك الله، يا هلا ومرحبا. أنا قبل أرحب فيك ودي أذكر أن أنت مو بس سيدة أعمال ما شاء الله، أنت من أولى سيدات الأعمال اللي كانوا متواجدين بالكويت، وأكثر سيدات الأعمال اللي يمكن ساهموا بنجاح وإثراء الناس بالذوق والأناقة والتصاميم الجميلة، حياك الله. حبيبتي شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم اليوم، يسعدني ويشرفني اكون بينكم اليوم. قبل أن نبلش لقائنا الجميل هذا، خلينا نشوف التقرير الصغير اللي مسوينه ونرجع نكمل معاكم. حياك الله معانا بسمة. حياك الله. سؤالي الأول. تفضل. أنت سيدة أعمال ولا مصممة أزياء؟ وين تلاقي نفسك أكثر؟ ألاقي نفسي في بسمة. المهم إني أكون امرأة ناجحة. أوكي. يمكن انت بتقول لي بسميك سيدة اعمال او اسميك مصممة، يعني وين تلاقي نفسك؟ والحين دامج جاوبتي بقول لك وين تلاقي نفسك ناجحة اكثر؟ تبي الصدق في كلهم، لان هو التصميم هواية. اوكي. وكوني في البزنس ثاني اللي هو كالعقار وغيره وغيره، هذا ربينا عليه. حلو. وانت كاتب فيه. فالاقي نفسي هني ولا الاقي نفسي هني؟ اجابة دبلوماسية. طبعا ما شاء الله انت ابدعتي في المجالين، يمكن شهادتنا فيك مجروحه، بس ما اسم يمكن تردد على لسان عدد كبير من البنات، سواء من جانب التصميم او سواء من جانب المثابره والسعي والنجاح. بفترتك الاخيره قاعد نشوف ما شاء الله نجاحات وايد، الله يوفقك ان شاء الله، لكن انت شنو حسيتي اكثر شيء ساعدك على هذا الشيء؟ هو اكيد تقصدين التكريمات اللي حصلت، هو الانضمامي أكثر من جمعية نسائية. يعني مثلا في دبي أنا في نادي سيدات الأعمال، التكريم اللي شفتيه في كان في باريس أو كان في المغرب، في مكانين، في واحد من الأماكن أنا ما تكلمت فيه نهائي اللي هو كان في كازا، هو كان الريع ماله للطفل لذوي الاحتياجات الخاصة، فكان هذا بالنسبة لي يعني لما يترشح اسمي أكون في هالمكان إنجاز بالنسبة لي، شيء طبيعي اني اشوف هذا ثمرة اللي انا زرعتها طول هالسنين. يمكن انت كنتي معي من البدايات. صحيح، انا تذكرين. يعني اقول لك شهادتي فيك مجروحه بس ما لان انا يمكن من بدايات وجودك بالتصاميم، يمكن اكثر اللقاءات اللي كانت معنا من قبل، وحتى تصاميمك اللي كنتي تين تعرضينها معنا بالاستديو، لكن الحين ما شاء الله يعني انا قاعد اشوف نجاحات اكثر. الحمد لله. يمكن اثبات وجودك، هل كان في غير دعم طبعا من الناس والحب والمحبه، لكن هل كان في دعم من الجهات الرسميه او خلينا نقول دعم من الدوله لتصبحي سيده اعمال؟ بالنسبه لي انا صراحه لا، يعني اكون صريحه معك لا. ولكن في بنات ذو المشاريع الخاصه او نقول المشاريع الصغيره يدعمونهم في هالامر هذا، ولكن انا لا والله كان من الاهل بدايته ودريه لله الحمد لما وصلت اللي انا ابيه. تستاهلين. سبب اتجاهك لريادة الأعمال شنو اللي خلاك مثلا، أنت ناجحة كنتي في تصميم الأزياء، لكن شنو اللي خلاك تأخذين الخط الثاني والطريق الثاني؟ هو ضروري، هو قبل تصميم هالشيء هذا كان موجود ولكن مو معلن عنه. أوكي. يعني كان شيء خاص بس يمكن الناس دروا فيه تالي بعدين. يقدروا فيه. أقدر أقول لك أن لقيت لي أو أحب أني أكون نسخة من أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. أحب أني أكون امرأة ناجحة في كل معاييرها. ممتاز. لا الحمد قدرت أني أوصل هالشيء. كان بداية الأمر يعني ترى على فكرة ضربة حظ، وشفت نفسي لا أقدر أني أمشي فيها، وطبعا أكيد تشجيع من اللي حوالي، بنت عمي ولد عمي من اللي معي هم في نفس الشركة، فكان شيء تبارك الرحمن وصلت لهالحين خارج الكويت في أمور العقار وما عقار والله الحمد. بس ما في وايد ناس الحين وخصوصا البنات قاعد يحاولون ان هم ينجحون في يعني بكافه المجالات، يعني نوعا ما بيحاولون ينجحون في باي شكل من الاشكال، قاعد يحاولون مو قادرين يوصلون بطرقهم الخاصه، لكن بالنسبه لك انت كسيده اعمال وانسانه ناجحه في كل المجالات اللي دشيتيها، شنو الخلطه السحريه اللي تقدرين تقولينها حق الناس او اللي قاعد يتابعون الحين ان هم يقدرون يتبعونها ويوصلون حق احلامهم او الشيء اللي هم ودهم يوصلوا له؟ عجبتني هذه الخلطه السريه، ضروري ناخذها. شوف خليني اقول لك شغله، اول شغله انا اي بنت تلجا لي او اي شخص يلجا لي بس ما ابي اكون ناجح، شلون؟ انا اول شغله لما تيجي انت في اي مجال لازم يكون هوايتك. اوكي. شيء انت عارف نفسك من داخل بتبدع فيه. لما تيجي تواجهك اي مشكله
أو لا قدر الله أي عقبة تقدر أنك تتخطاها. الصبر، التأني، ما في شيء إحنا في يوم وليلة نقدر نوصل للنبي. دائما تتكل على الله سبحانه وتعالى. صحيح. واللي أهم من هذا كله تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، إذا ما رزقك في هالشيء بيرزقك في شيء ثاني. القناعة رح يصل لهم يا أبونا. السوشيال ميديا يلعب دور بالموضوع يعني أكيد. بالنسبة لك أنت شنو كان تأثيره؟ نقدر نقول السوشيال ميديا 80% هو ماركتينج من شغلنا. حلو. هذا ما يعني ما في نقاش هالشيء هذا، خصوصا وصلنا حاليا يعني مثل الحين لما مثلا انا الحين في محلي اعرض كم شغله او مثلا درسس انا لابستها، في ناس تتابعك من اخر الدنيا تقول لك تشحنون تيوبون. فهذا سبب النجاح اللي الناس عرفت شنو بسمه ومنو بسمه او شنو شخصيه بسمه وبسمه شنو هي يعني شنو وظيفتها في الحياه. فلا بالعكس اكيد 80% من شغلنا هي. هذا الجانب الايجابي اللي ذكرتي بسمه، لانك انت يمكن من الاسماء القديمه بهذا المجال سواء تصميم او سواء رياده الاعمال، لكن السوشيال ميديا ايضا ساعدت بدخول وايد من الدخلاء على البزنس الخاص بالنساء. شنو رايك بهذا الموضوع، وخاصه ان هذا الشيء يخص المراه بشكل خاص وقاعد ياثر وجود هذيل الدخلاء يعني على القدم اللي هم اساس هذا الشيء؟ هو شوفي في مثل نعرفه ما يصح الا صحيح. وانت تذكرين لما تكلمنا ان في يعني في قطعه انا ما اقدر اعرضها صحيح، لان في ماكو بنفس اللحظه تتصور روحي يسوونها كوبي. فانا تعبي وسفري ومعلش وجودي يعني محولين اهلي وهذا الامر كله، واي اتفاجئ قطعه لا ويا ليتها تقلد صح. هذه فقاعه تقليد وتروح. انتوا قاعد تقطون نغزات عن موضوع انا ما ادري شنو الموضوع. خلينا نتكلم بصراحه، ما ادري ايش قاعد تقولون صدق. في دخلاء كثير على مهنتنا، نقول مثلا التصميم او مثل خواتي الميك اب ارتست او هالامور. فصار الحين نقدر نقول 90% مصممات. صحيح. واكيد انت مر عليك هالشيء هذا. والله انا ما ادري، مو محتاج يعني سمعت في البيت بين خواتك فين هالامور، اكيد سمعت هالشيء. الكل مصممات تبارك الرحمن، بالعكس احنا نبي البنات ينجحون، احنا نبيهم ياخذون مهنه، بس ولكن لا تجين تدشين على مهنه هي مو مهنتك، مجرد انها تبي تطلعين ماده. بس يمكن هي عندها دافع انها ودها تنجح، ويمكن شايفه نفسها بهالمجال، فيعني احسكم ظلمتوهم يعني. لا بالعكس انا قاعد اقول اذا هوايتها بالعكس انا اشجعها. اوكي. انا اسوي لها دعايه، انا اروح لي مكانها، اذا الشيء اللي ما تعرفه عني اني اروح لي مكانها واصور واعلن، ترى لو حتى نفس مجالي. اوكي. يعني عرفت ايش انا يعني في يوم من الايام قلت لهم كنت صغيره كنت احتاج الكبار يجون يصورون او ياخذون لي دعايات او شيء، ما كان فيها شيء، ما كنت نشوفهم، فهالشيء اللي فقدته انا حاليا قاعد اساعد فيه البنات، ولكن احنا نتكلم عن خاصيه ثانيه. ما اقول لك لا، وبعد حوالين الموضوع وما بعد في شيء لمتي فيه يمكن بسمه، يعني نفس الكلام اللي حضرتك قاعد ترددينه الحين تردد بالاونه الاخيره ونقال عن بسمه، بسمه مصممه وسيده اعمال، ليش دشيتي المجال تقديم البرامج؟ الناس كلها وقفت وقالت بسمه لا انت وين رايحه؟ هو شوفي هو شوفي انا ما ابي اكون وايد مثاليه. هو تجربه حلوه ترى كانت، في ناس ما كانت تعرفني عرفتني، وفي شيء انا حبيته. ولكن نقدر نقول حصل شيء والاهل ما تقبلوه، رفضوا نهائي. ومثل ما تعرفون كلنا نشيل اسامي اهلنا. صحيح. في عندي اخوان، في عندي اعمام، وانت يمكن ارتباطك باخوانك وايد قوي، تعرفين هالشيء هذا. ما يعرفون هالشيء، بس ما يعني يمكن من اكثر الناس اللي تشوفها 24 ساعه يعني يا قاعده يم اخوها هذا يا اصور اخوي يا فعلاقتها باخوانها شيء وايد جميل. فلما يجي اخوي ويقول لي هذا الشيء ستوب، اعرف انه هو ادرى مني. حتى لو يكون هذا الشيء انا حابته، بس انا عارفه ان اخوي بمصلحتي اكثر مني. بس هي تجربة وحبيتي تخوضينها أو تجربينها يعني؟ لا هي تجربة كانت فكرتها وايد حلوة. أوكي. وايد بشيء ما تتخيله يعني. حصل فيها شغلة، صار فيها قيل وقال، وللأمانة أهلي مو متعودين على موضوع قيل وقال، لا متعودين على بسمة مكرمة في هالمكان، في صحيح. هالجمعية هذه، عندها اجتماع هني، مو متعودين يعني. شوف هو مجال الإعلام فيها الأمور لا ننكر، وكل صحيح. المجالات فيها هالأمور، ولكن أهلنا تعودوا على شيء معين، ما تيجي فجأة تعطيهم هالشيء، فكان قرارهم
ستوب والانسحاب. دام بصالحك انت ما يخالف. الحمد لله يا رب. هذا سبب قصر الفتره اللي انت قدمتي فيها يعني كانت تقصيره يمكن يعني شوي يمكن ما كملتي شهرين ثلاثه بالتقديم. تقريبا اي وجهه نظرهم لازم احترمها وبالعكس انا فخوره فيهم. يمكن يصعب علينا وفي ناس وايد قالت ان في هالعمر تسمع كلام اخوانها. اي نعم انا من قبل شاشتكم اقولهم ما زلت اسمع كلام اخواني واهلي وكلمتهم تاج على راسي واذا ما اسمع كلامهم جهلت. اسمع كلام منو عيل بعدين ترى انت توت شباب ليش قاعد تقولي لا يعني هم عادتهم انه يطلعون كذي لا يعني البنت ما تاخذ في اهلها لا بالعكس اذا ما اخذ في اهلي اخذ منو رايهم لا بالعكس انا اتوقع هذه ميزه يمكن بالمجتمع الكويتي هذه اصول احنا تربينا عليها يعني الله الحمد البنيه دائما تكون بالعائله ودائما تاخذ راي اخوانها وهم ادرى بمصلحتها اكيد يعني. بعدين البنت هي الماسه لو يخدشها اي شيء انتهى موضوعها فاحنا نتم كذي شنو اللي يقولونه هو الصح انزين انا عندي لك سؤال لو كان لو جت لك الحين فرصه للتقديم الاعلامي لكن بالشكل المطلوب والشكل الصح اللي انت تحسينه واهم الاهل يحسون ان هذا مناسب لك تقبلين فيها ولا لا خلاص شلتي الموضوع من رايك لا هو مو احنا مو شلنا يعني انا في يوم صار في جدال شوي بيني وبين اخوي كان يقول لي بسمه لو برنامج فاشن انا باخذك من دينك ووديك لو برنامج يحاط بسيدات الاعمال او الحوار عن سيدات الاعمال وتجيع البنات الوطن العربي في مجالهم التجاري صدقيني انا بروح معك واوقع العقد اوكي بس غير هالامور لا وخري عنها بس مو امورك انت صح كلامك انزين البعض من الناس يربط ابتعادك عن البرنامج اللي صار بوجود الفنانه طبعا ملاك شنو تردين على هذا الكلام مالي رد هو الموضوع في المحاكم الكويتيه وانا انتظر حكم القضاء وانا واثقه في حكم القضاء النزيه سواء ينصفني او ينصفها فقط لا غير إذا إعلانك للانسحاب من هذا البرنامج خلال البرنامج نفسه نعم. هل تحسين أن أنت سويتي هذا الشيء لأن تبين الناس كلها تعرف سبب انسحابك الرئيسي أو سبب الانسحاب الحقيقي من البرنامج؟ على فكرة هو بعد الموضوع اللي صار أنا رديت قدمت أكثر من حلقة ولكن كنت أتوقع أن أخواني شوي راح يهدون حتى في يعني في فترة طلعت تركيا كان عندي في فاشن فتوقعت أن شوي يمكن اوكي راح يهدون يغضون النظر بس لا ما كان يعني ولما طلعت واعلنت كان في قرار محسوم نهائي زين ليش على الهواء اصريتي اعلانك لهذا اعلاني على الهواء كان للكل لان لا يصير في بالهم بسمه بترد مره ثانيه او الكل يسال بسمه ليش لان تعودوا في فتره البرنامج كنت اسافر على فكره انا اشكر القناه لانهم وايد كانوا متفهمين ظروف عملي فكانوا ما عندهم مشكله اني انا اسافر في تكريم او غيره او غيره يعني فالناس كلها تعودت ان بسمه بتروح 10 ايام بترد بتروح لها اسبوع وبترد ما كانوا ما حد كان يتخيل ان بسمه راح تنسحب وتبين الصدق ما ابي احد يفهم اني انا في عندي خلاف مع القناه لاني انا قناه بالعكس ما عندي ولا خلاف معاهم والمذيعات كانوا خواتي وفي نقدر نقول بعد رده اعتبار لاخواني باللي صار كان لازم اسوي هالشيء يعطيك العافية والله يكثر من أمثالك من بناتنا حبيبتي شكرا راح نطلع بسالفة التكريمات ونطلع مع مشاهدينا خلينا نشوف الصور معنا على الشاشة لو سمحتوا طبعا ما شاء الله بسمة أنت يعني كرمتي من قبل بأكثر من محفل وأكثر من مكان وأكثر من دولة يعني ما شاء الله عليك بس يمكن بالفترة الأخيرة كرمتي في دول عربية منهم عمان فشنو يعني لك هالتكريم هذا وشنو يعني لك وصولك لهالمرحلة هذه؟ هو التكريم اخر فتره تم في اكثر من دوله، هو تم في المغرب لله الحمد، قلت لك في منطقتين منطقه طنجه وكازا، أوكي. قبلها كان في باريس واعتمد سنويا الازياء مالتي وكان هذا الشيء بالنسبه لي يعني اقولهم يا رب لك الحمد ان فاتحه سنه وايد حلوه في حياتي كانت. بعدها جينا في دبي مهرجان رواد كاصغر سيده اعمال ناجحه. ما شاء الله. هذا بالنسبه لي يعني لما انا نقول أكثر من شخصية تأهلني لهالشيء هذا شيء مو سهل بالنسبة لي لما يدعوني في سلطنة عمان على تكريم خليجي سعودي في السلطنة تخيل خليجي سعودي في السلطنة هم هذا اعتبر أنه فخر يعني صح. مثل ما قلت لك زرعت قاعد أحصد لله الحمد لله الحمد لله يا رب تستاهلين كل خير ومهلا معنا التكريمات بس ما علقنا عليهم كان هذا التكريمات يمكن بطنجة أو ب طنجة وكازا كان في باريس وكان في دبي وكان في السلطنة هذه اللي أواخر شيء عروضك القادمة وين راح تكون؟
تبي تسألين سؤال؟ لا ما يمكن انا اول عرفت من طابع الميانه بيني وبين بس ما فصلت كنا قاعدين ببيتنا انا حاس بس ما ابي اقول حق الناس تعرفون بعض بس بقول ان انتم ما تعرفون قاعد اقول لك من اول الناس اللي كانوا يلبسون عندي وكنا وايد يعني تبارك الرحمن مع بعض ان شاء الله الرحله راح تكون في ميلان ما شاء الله ان شاء الله باذن الله راح تكون يعني باريس ميلان ما شاء الله انت قاعده توصلين مواصيل يعني خصوصا بالموضه يعني هذا انت قاعده تروحين عواصم الموضه في العالم الحمد لله يعني هذا انا اعتبره هذا كرم من الله سبحانه وتعالى بتوفيجي واكيد تجيع الاهل والناس اللي تحبني طبعا ما اقدر انسى فضل الناس كلها اللي تحبني وتكلمني وكل يوم لو اختفي عنهم يومين في السوشيال ميديا بس ما وينت 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 هذا شيء مو سهل ترى فكره صحيح يعني ترى على فكره هذه نعمه بنفس الوقت يعني بالضبط. الله سبحانه وتعالى أكيد. يرزق الانسان هالنعمه هذه هي قبول الناس ترى هذا شيء وايد حلو اكيد مو كل عنده هالملكه هذه لا يعني. الحمد لله هل تحسين ان المراه الكويتيه او المصممه الازياء الكويتيه قادره انها توصل نفس المواصيل اللي انت وصلتي لها بسهوله ولا تحتاج انها تتعب على نفسها فعلا عشان توصل لهالمواصيل؟ لا هو اكيد لازم تتعب على نفسها ولازم تقيس كل خطوه تخطيها اوكي شوف اهم شيء في المراه سمعتها اوكي اذا بدقت يعني فقدت مصداقيه سمعتي اللي هي امانتي في شغلي صدقيني كل شيء انتهى فتعرف الاخت من زمان كنت اقول القطع ما تتكرر القطع كذي القطع هوت كوتور لا هذا متكرر كنت صريحه معاهم لابعد الحدود فادريه وصلت للي انا ابي شيء مو سهل حوربنا بعض الاحيان في تكريم ينشال اسمك وتنصدم في اخر لحظه بس كنت اقول ربي سوى هالشيء لانه راح في شيء افضل اللي بيكون لي لازم اكون متصالحه مع نفسي او وخليني اقول شغله كنت في بدايتها لما يصير اي شيء كنت ابكي واصرخ واسوي لا تشوف الاكشن اللي اسويه شوي تعودت اني اربط نفسي على هالامور ان ماكو شيء راح يصير غير اللي الله سبحانه وتعالى كاتبه صحيح فرضى بالقدر تأني مع النفس الامانه في شغلي راح توصلني اللي انا بي مو بسهوله راح تلاقي شغلات صعبه من هالاعلى ان شاء الله بس ما راح نشوفك ان شاء الله باعلى المراتب انت تستاهلين كل خير يعني كافي طباعتك الطيبه واسلوبك الراقي مع الناس حبيبتي. كل الشكر لك لوجودك معنا بعد عمري مشكورين تسلمون لي على الاستضافه حياك واخيرا شفناك نشوف أيوة نسمعك في الراديو صوت وصوره الان الحين تقضبون علي على اوكي لازم اخرها كذي طبعا راح نكمل معاكم فقراتنا في عسيف وعندنا الحين جحا وعندنا هم بعد لسعه فنيه راح تشوفونها بالبرنامج خلكم معانا ولا توعدون.